السواقين ومحبي الأغنية الشعبية كانوا على موعد بقاعة ابن خلدون مع الحفل الفني لحياه المطرب المتألق كمال عزيز اللي متع الجمهور بأداء مميز لقصائد من التراث الشعبي. بتوشيات نصرافات وقصائد من التوراة كيما بالله والشرع آه يا الهادي الطبيب عرف داية والعلاج سومو غالي متع المطرب الشعبي المتألق كمال عزيز الشاهر بالروجي دواقين موسيقى شعبي اللي حضروا الحفل لحياة بقاعة بن خلدون. كمال عزيز اللي تفادى الظهور إعلاميا ربما على طريقة الشيخ عمر الزاهي راهو يحقق نجاح متواصل دون حرق للمراحل. هو شيخ عمر الزاهي ولكن هو درك باسكو دار الصنعة دار المدرسة فنون جميلة دار موسيقية وكذا درك باللي لي جون هادو ما ينجموش يقعدوا في القديم. القديم سي فري الجد سي لاباز ولكن الجد يرقد ويرقد مع الناس طوندي كي هذا مالك باللي لي جون لازم لهم شوية لايراسيون تما عطالو خانات والناس ركبوا معاه وهذا اللي كتسمعوا فيه موهبة ربانية ملي كان صغير هو نشاط والحمد لله شوف الصلاة شي معمرة تعطيكم لا ريبونس. جمهور كبير كسبو كمال عزيز بفضل أدائه المتميز وين شفنا كبار وصغار وعائلات حضروا سهرية بن خلدون. il va devenir un monsieur تاع الشعبي il va remplacer ان شاء الله الكبار تاع اللي فاتوا شيخ هما اللي هضروا عليه نتاع العمر زاهي ربي يطول في عمره وربي يشافيه نتاع البوجبع ربي يرحمه اللي يعني مزكيين وحاضرين له عراس دا يخرج يعني بالستيل ديالو وحضرنا له بالبزاف على كل حال وخدمنا عراس في ديورنا على كل حال واش نقول لكم شاب ما شاء الله تربيه اخلاق والموسيقى متمكن. الجمهور تفكر كذلك يا مات زمان واستحسن مثل هذه القعدات المحترمه Ça fait plaisir. Je suis en famille de toute façon. J'ai dit à ma femme, ma fille. Ma fille, c'est deux fois attachée à Bit Moutalé. Rouge, il y a un tolon. Rouge, il y a un tolon. Il y a partout avec nous. قعدنا من مده ما حضرناش هكذا يعني صافي بليزير في بن خلدون يعني قاعه ريسبكتابل كما نقولوا نتمناو هذه لي سواري هذو يتكرروا وتعاودوا لي لومبيونس تاع زمان ان شاء الله فاميليال محترمه. كمال عزيز رفقة مجموعة من شيوخ الجيل الجديد يحملوا مشعل أغنية الشعب بأمانة ويواصلوا مسيرة هذا النوع اللي يمثل تراثنا وتقاليدنا. من الجزائر العاصمه نروحوا للبيض هذه الخطره بلي بريسيزيمون للشلاله باش نعرفوكم على متحف تشرفين وعلى التحف القديمه اللي يحتوي عليها هذا المتحف.